كنت كنخرج كنصور تصويره بمونتاج 10 دراهم بلا مونتاج 7 دراهم يكون عندي شي تورناج كنكون فرحان كنعمل شي حاجه اللي كتعجبني ماشي غير حيتاش بزز مني ولا مفروض عليا. وعاوتاني واحد النهار كنا كنخدموا واحد كليب جا وقفوا بوليس داونا ماتيريال كامل مشى ماتيريال كامل لحد الان ما رجعش مشى كامل عاودنا شرينا ماتيريال من الاول تعطيه حنا نقولوا الريد وما يطلع لكش بها فيديو مزيان وما غتبانش كاع تبان بحال مصوره بكاميرا عاديه. السلام عليكم عادل بن قدور فيديو ميكر ورمضان مبارك كريم. كنعتبر راسي بديت زعما بديت مزيان هو في 2017 والحق من ديما كنت كنتفرج مثلا في فيديو عادي يقدر يكون عي فيديو عادي وكنقول كيفاش تصور هذا الشيء كيفاش تمونطات خرجت بزاف الحاجات ومن ديما كان كيعجبني فتش في هذا الشيء هذا حتى قررت انني غندخل الفيديو في مره صافي غنبدا في الفيديو. في اول كاميرا كنت شريتها باش بديت بها وديك الشيء كانت في 2014 كانت 1100 دي كانون 1100 دي. دابا عندي سوني اف اس 7 وعندي سوني اس 2 خدمت واحد العرس وفرحان خدمه بفلاي كام وزعما العرس يكون سينيماتيك وديك شي وموراها صافي. هذيك هي كانت اول حاجه نخدمها زعما في فيديو اول مره غنمونتي اول مره غنفتش في كيفاش كيتمونطا فيديو كيفاش نخدم ديك شي هذاك. كتوقع واحد قضيه مثلا كيعيط لك شي واحد مرحبا بك تمشي معايا واحد ليفينمون عندنا تحضر معانا يلا هذه وتنا كتوجد على اساس ماشي تحضر حتى هنا في ديك ليفينمون وعلى الجهد كتسكسف ماشي كتسكسف وصافي ملي كتكون تا كتقرب وكيقول لك صافي جي معك الكاميرا نعملوا شي تصاور وشي فيديو هيدا خفيف هو ديك خفيف هي ليفينمون كامله ما غتفلتش. اول خلصت قضيه التصوير في ديك الايام ديال التصوير شحال هادي كنت كنخرج كنصور تصويره بمونتاج 10 دراهم بلا مونتاج 7 دراهم. واول زعما اجي نقول لك زعما اللي خدمت زعما شي خدمه مع وطا كنت خدمت تصاور لاغر ملي كانوا يعملوا تي جي في كنت خدمت 150 درهم كانوا عملوا معايا زعما يومين ديال التصوير 150 درهم. نهار اللي ولاني سبقوا لي زعما 50 ماشي سبقوا لي عطوني زعما 50 درهم باش نمشي نتغدى. نهار اللي جاوا يتحاسبوا معايا قالوا عطينا 50 درهم ديك النهار بقى 900 درهم. دابا هذيك هي اول مره وكانت بحال واحد الصراحه كانت واحد الدفعه كبيره انني صافي خصني نكمل في هذا الشيء هذا واخا كان الاجر قليل صافي قلت صافي خصني نكمل في هذا الشيء. الكاميرا ما نقدرش نقول لك زعما اش من كاميرا المهم تكون كاليتي ديالها مزيانه من ناحيه العدسه نقدر نقول لك 24 70 كيجيني فيه الوايد وفيه السيري. هو الصراحه شحال هادي كنت كنخدم هكذا حتى كنمشي للبلاصه عاد كنبقى نشوف هادي نقدروا نعملوها هادي نقدروا نعملوها ولكن باش تكون بروفيسيونيل الصراحه خصك تكون موجد شنو ماشي تعمل شنو ماشي تخدم حيت لا خدمتي بستوري بورد مثلا بروجي من اتل زد ملي غتمشي ما غتلفش بالحق. لا خدمتي بحال هكذا بزاف المرات كتنسى شحال من حاجه حتى كتجي للمونتاج كتقول واكون زدت هادي كون عملت هادي غتجي احسن من الاحسن توجد من الاول يكون عندك بروجي على بكري اي بروجي كان كتوجد له على بكري وكتمشي تخدم مرتاح هكذاك. صراحه خدمت مع بزاف لي زارتيست منهم دي جي فان منهم حليوه منهم طاني منهم ستورمي منهم نوردو هما بزاف خدمنا مع بزاف لي زارتيست في طنجة عاوتاني علي صامد لسان الحق لوكو الغضب مع بزاف لي زارتيست خدمنا ما نقدرش نتفكر كل شيء حيت دابا مع الكاميرا نبقى نتفكر ما الراس غيدوخ ولكن احسن كليب صورته. شوف هما صراحة بزاف ديال الفيديو كليبات صورتهم وما كنقدرش نقول واحد احسن من اخر هذه الصراحة هما كاملين كيعجبوني كنرجع دابا كنتفرج كل واحد كتعجبني فيه حاجة ما كنقدرش واحد نقول عملت فيه كل شيء مزيان ولا واحد عملت فيه هادشي هذا ما عجبنيش في مرة كل واحد كتعجبني فيه حاجة ما كنقدرش نقول زعما واحد احسن من اخر حتى كل واحد واللمسة ديالو. من ناحية ما كاينش كيتختار على حسب كل خدمة وشنو كيتطلب فيها ديك الكليان اللي غتخدم معاه. تقدر مثلا تجي عندي غنتفاهموا على واحد الثمن وحتى غنساليو بمفاهمة على الثمن عندك غيبانو شي حاجة جدادين حنايا كاع ما كنا عاملينهم وخصهم يتزادوا دونك ما يمكنش نتفاهموا على الثمن حتى كنشوفوا شنو غنحتاجوا في بروجي كامل
واش غتحتاجني انا نتكلف لك ببروجي من اتل زد، واش السيناريو انا غنتكلف لك به انت انا ولا انت اللي غتوجدو، واش غنحتاجو شي ماتيريال غنكريوه، واش غنحتاجو شي حاجه انا كاع ما عندي وخصنا ضروري تكون عند، يعني كل حاجه ومفاهمه ديالها من ناحيه ديال واش مصور عادي بكاميرا واعره ولا شي واحد بروفيسيونيل بكاميرا عاديه. كنفضل ان يكون الواحد بروفيسيونيل بكاميرا عاديه، حيت اللي بروفيسيونيل واللي عنده فيزيون يقدر تعطيه غير تليفون يخرج لك به فيديو واعر، يمونطيه في التليفون ديك الساعه يعطيك تفرجو، يقدر يجي احسن من واحد اللي تعطيه احنا نقولوا الريد وما يطلع لك شي بها فيديو مزيان وما غتبانش كاع، تبان بحال مصوره بكاميرا عاديه. من ناحيه الانسبيراسيون كان بصراحه كنتفرج بزاف ديال الكليبات، كنتفرج حتى الافلام، بعض المرات كنكون كنتفرج نقدر ما نديش على كونتوني، نتفرج غير كيفاش تصورت اللقطه، كيفاش كولور اللي تحطت به، بزاف د الحاجات بحال هيدا اللي كيخليوني انني نتانسبيرا ملي كنكون مثلا كنخدم ستوري بورد، نقدر نبقى نتفكر شحال من حاجه شفتها باش نبني عليها مثلا واحد 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 فكره باللمسه ديالي. هو الصراحه ما تقدرش تقول راسك وصلتي في الدومين، حيتاش هي ماشي الخدمه ماشي وكتطور، يقدر يكون واحد دابا واصل واعر، غدا لما طورش راسه ولا ما مشاش مع الخدمه كيفاش مشات راه يبقى في بلاصتو ما يبقاش كاين، صافي عاوتاني كيبانوا لنا جدادين. ما تقدرش تقول على راسك وصل، وانا عمري ما كنقول على راسي، ديما كنشوف راسي باقي في الاول، باقي كنتعلم وكل مره كنبغي نتعلم حاجه جديده، حيت ما تقدرش تكون كتعرف كل شيء ويمكن شي غتكون انت هو اللي هو احسن واحد. كيكونوا صعوبات بحال الرخصه مثلا ديال التصوير في شي بلايص كيكون صراحه صعيبه، من ناحيه ديال الدرون ما كتقدرش تخدم بالدرون على خاطرك، وكاع انا مؤخرا كنت خدام بها ووقفوني العسكر وداوها لي وتقدمت بزاف د المشاكل وقعوا. وعاوتاني واحد النهار كنا كنخدموا واحد كليب، جا وقفوا بوليس داونا ماتيريال كامل، مشى ماتيريال كامل لحد الان ما رجعش، مشى كامل، عاودنا شرينا ماتيريال من الاول، حيت هو الحب لهاد الشيء هذا هو اللي خلانا انا نعملوا هذاك النهار اللي مشى ماتيريال، شحال جرينا موراه وشحال حاولنا نرجعوه بالحق، صافي ملي ما رجعش ما غنوقفش يدي ونجلس. طبعا مشينا شرينا ماتيريال اخر من الاول، وخا بقى فيا الصراحه ديك ماتيريال بزاف، صراحه الحمد لله راضي على راسي وفرحان بهذا الشيء اللي كنعمل، وكل نهار كنكون فرحان ملي كنكون في التورناج، دائما يكون عندي شي تورناج كنكون فرحان، كنعمل شي حاجه اللي كتعجبني ماشي غير حيتاش بزز مني ولا مفروض عليا. الحمد ديالي شي واحد استوديو كبير، واحد هو من دائما هذاك عندي حلم انني نعمل استوديو ديال التصوير يكون كبير، كندخل بزاف للاستوديوز كنبقى نحلم انني واحد النهار ثاني يكون عندي بحال ديك الاستوديو هذاك ديال كتكون فيها برودكسيون كبيره بليكيب كبيره خدامه بماتيريال واعر باللايتين واعره بكاميرات واعرين. صراحه هذاك هو الحاجه اللي زعما في بالي وعامله في بالي، وان شاء الله شحال ما بقيت غنوصل له، هو يكون دائما فيه ديك الشغف والحب للحاجه. ملي تدخل فكر مزيان واش انت بصح باغي هذا الشيء هذا، ولا غير حيت شفتي مثلا صاحبك ولا خاك ولا شي واحد كتعرفو كيعمل في نفس الدومين مثلا هذا، وخا يكون مثلا ما عندك شي الامكانيات بدا باش ما كان، بدا باي حاجه، وكل مره كتطور راسك ضروري، واخا تكون مثلا ما عندك تجمع شويه بشويه، غتشري كاميرا مزيانه من بعد غتشري ستابيليزاتور من بعد تشري تريبود، وهي ماشي هكذا كيتش كل شيء بدا هكذا، ما كاينش زعما شي واحد اللي هو دابا زعما واصل وبدا نيشان ببرودكسيون كبيره ولا ماتيريال كبيره ولا شي حاجه. وطبعا تكون واحد اللمسه ديالك كاينه باش تخلي ان الواحد غير الا شاف ديك فيديو يعرف بان الخدمه ديالك، ولا حتى اللي ما كيعرفكش يسقسي شكون اللي خدم هاد الخدمه هادي، والله يوفق اي واحد. وشكرا لكم شكرا لكم، وشكرا للطنجاوي على هاد الاستضافه، وشكرا لسفيان لمور كاميرا، وتقبل الله صيامكم وبسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.